من أجل احتواء الأزمة بين موسكو وكييف أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندريس راسموسن خلال لقاء مشترك مع وزيري الخارجية والدفاع البولنديين إصرار المجموعة الدولية على دعوة روسيا لسحب القوة التي حشدتها قرب الحدود مع أوكرانيا راسموسن دعا موسكو إلى الارتقاء إلى التزاماتها الدولية روسيا قامت بتصعيد هذه الازمه منذ البدايه عليها ان ترقى الى مستوى التزاماتها الدوليه وان تتوقف عن دعم الانفصاليين وان تسحب قوتها من الحدود الاوكرانيه لكي نجد حلولا سياسيه لهذه الازمه الكبيره وحسب بعض التقديرات يصل عدد القوات الروسيه المرابطه على الحدود مع اوكرانيا الى 40 الف جندي الامين العام للحلف الاطلسي اوضح ان الحلف لن يتردد في اتخاذ اجراءات اضافيه اذا لزم الامر من اجل تعزيز الدفاعات على جبهته الشرقيه